هلا بكم شباب، كيف الاحوال؟ معاكم وسابي واحنا في البوث مال ام اس اي ومعنا محمد. كيف الاحوال؟ اهلا وسهلا، شرفتونا. شنو عندنا هني؟ لابتوب ضعيف، شنو قصته؟ ايش سالفته؟ هذا اللابتوب الجديد او الفئه الجديده من شركه الام اس اي جيمنج سليم، الجي اس 70، هو اخف وانحف جهاز 17 انش جيمنج بالعالم. لسه الجهاز جديد، تقريبا صار له شهر منزلينه نحن بالاسواق العربيه. مثل ما أننا شايفين نحن حنعرضه. حأمشي بشكل سريع على أهم المواصفات، طبعا ما حنتكلم عن موضوع أنه أنت الجيل الرابع والجي تي اكس اللي موجود فيه 765، هاي شغلات يعني حنتجاوزها، حنحكي عن الشغلات السبيشال بالجهاز نفسه. حأبدأ بموضوع الهاردسك اللي موجود فيه، فيه مزود بتقنية السوبر ريد اللي هي عبارة عن 2 SSD 128 او فيك تحطها 256 اوبشنال، بالاضافه ل 1 HDD. بهالحاله بيعطي طبعا سرعه للاوبريتنج سيستم، بالاضافه لانه بيعطيك كمان الاتش دي دي سرعه اكبر، سعه اوسع للتخزين. يعني اللابتوب داخله 3 هارد ديسك بيس بالضبط، عباره عن 1 هارد ديسك بالاضافه ل 2 SSD. SSD معروفه لسرعه الالعاب والاوبريتنج سيستم، والهارد ديسك ممكن للشغلات الاضافيه التخزين. حنحكي عن الشغله الثانيه اللي هي الماتريكس ديسبلاي. الجهاز هذا ممكن بامكان اليوزر يوصلوا على 3 شاشات خارجيه او 3 بروجيكتورز وات ايفر، فيه 3 بورتس ممكن يشبك كل واحد على ديفايس للعرض الخارجي. بنفس الوقت كمان حيكون هو يستخدم كاستخدام 4 أجهزة، الجهاز نفسه بالإضافة لثلاث شاشات. يعني إذا بتسوي جيمينج على 3 شاشات في نفس الوقت، مثلا أنت بتخلي عندك الشاشة الأساسية هني وعندك 3 شاشات فوق. بالضبط، ممكن تعمل الشاشة الأساسية جيم والشاشة الثانية مثلا يوتيوب، والثالثة خلينا نقول أوفيس، ملف بالأوفيس، والشاشة الرابعة أب تو يو شو بتحب تحط فيها. يعني شيء عجيب من لابتوب، وانا اكثر شيء عجبني في هاللابتوب حجمه وايد صغير. انزين بس هو هالصغر، لكن البتري عليه شلون؟ البطاريه اللي فيه ما بين 3 ل 4 ساعات ترو جيمينج، بالاضافه لانه وزن الجهاز مع البطاريه اب تو 2.7، وصل 2.7 كيلوين، بس 2700 جرام بالضبط مع البطاريه، بالإضافة لأنه الجهاز الشكل الخارجي مصنوع من الألمنيوم، والجهاز مثل ما أنك شايف كتير نحيف ومزود ب إذا منشوفه هون الدول فان ثيرمال سيستم. شنو الدول فان يعني وياه؟ يعني حق الجرافيكس فان وحق المعالج فان؟ تماماً بالضبط، مروحة على الجرافيك، مروحة على الجي بي يو، مروحة على السي بي يو، بيناتهم ثيرمال بريدج بوازن الحرارة بين الاثنين. اوكي، يعني هو شيرد بينهم الاثنين، متشارك الكولينج، لكن كل واحد يعمل كل واحد عليه فان. اوكي، فاللابتوب وايد 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 حلو. شنو السعر عليه؟ يعني انا اتخيل السعر بيكون وايد غالي اذا في كل هالمواصفات وكل هالاشياء. بما اني انا مكتب السعوديه حقول لك سعره بالسعوديه. سعره بالسعوديه بيبدا من 6500 ل 8000 على حسب. 6500 اي 6500 ريال ل 8000 على حسب السبيكس اللي فيه. بالاضافه لانه شغله كنت حانساها، شغله مهمه كتير فيه، اللي هو الكيبورد، تكتيكال كيبورد ستيل سيريز، بالاضافه لانه لايتد كيبورد. وقاعد اشوف الوان وايد حاطين عليها، ان شاء الله بصور فيديو حق الحي لوري يشوفون الوان وايد. اقدر اغير الالوان بعد عليه؟ عندك بتغير لحد ال 1000 لون، تعمل الميكس الالوان اللي انت بدك اياه. لابتوب عجيب صراحه، ويعني انا شفت لابتوبات بنفس المواصفات تقريبا دبل العرض ودبل الوزن. بالضبط تماما. كمان شغله مهمه ثانيه بتهم الاند يوزر او الجيمر بشكل عام، اللي هو الوارنتي. جيمنج ام اس اي سيريس عليه 2 ييرز وارنتي، انترناشونال وارنتي. واذا بسوي اوفر كلوكينج مثلا على الجرافيكس يصير ولا لا؟ اوفر كلوكينج على هذا الجهاز ممكن، بس نحن نفضل نعمله على دراجون اديشن 2. مشكور على المقابله. الله يعطيك الف عافيه يا رب، شكرا كثير لك، شرفتني.